FM. الكلمة ليك. هذه هي السهرية على كافا فام. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. أنتم تسمعوا فينا حتى إكشن نص الليل. ضيوفنا جاوا بحدنا. ضيوفنا هما نجوم مسلسل الريسك إخراج نصر الدين السهيلي، الوجوه الجديدة لأول مرة في الدراما التونسية والعربية. طبعا كريم الغربي، سارة العطوشي، مرحبا بكم. مرحبا. جاتكم التصفيقة من عند نبيل بن عيسى. مرحبا نبيل في الإخراج، التحق بنا توا وعملهم الكل. نبيل خرجنا كلاسيران نتاع دونك عملهم الكل. نبيل كريم مرحبا. مرحبا بك حسام، ومرحبا المستمعين نتاع كابا فام، وشكرا على الاستضافة. شكرا على الاستضافة. ورحبوا بفريق الإيميسيون الكل، الفريق العام في الإيميسيون، الفريق اللي متكون من 11 لاعب. عندنا حراسة المرمى نبيل بن عيسى. نبيل بن عيسى. عندنا في الجناح الأيمن هبة طرابلسي، الجناح الأيسر عبير ذويب، في الوسط وسط الدفاع عن أيمن الدكتور ومعاذ الشريف، ثم سليم المدرب. سليم المدرب. دونك هذوما هما بعد نعطيكم الوسط. سارة شنحوالك؟ صحة شريبتك؟ عايشك. أنت ما تعبتش ياسر سارة في الحمامات، متبقى البيت النار. سبا. دونك أدو با من هنا جيت تلقى روحك في الراديو. فوالا. أول مرة في الراديو بيان سور. أي أول مرة. بيان سور مش آخر مرة، خاطر أنت عملت خطوة باهية توا في الدراما، ومش تولي ديما راديوات وتلافز وفازات والدنيا هذيا الكل. مازلتوا كملتوا التصوير دونك سورتو أنتم كريم سارة الآخر رمق في المسلسل. 15 يوم 16 يوم في رمضان 17 يظهر لي، وأنتم مازلتوا تصوروا. البارحة مازلنا كي كملنا الأكس الأخراني بتاع المطار. وبالحق قعدنا ما هو حبش يشوف المسلسل الاخر، يعني الحلقه الاخر قريب نعملوها مباشر بعدين ديريكت. والحمد لله ان شاء الله تكون حاجه عجبت العباد، وسختو احنا جدد كما قلت انت سار وانا واسكندر موسى عليه، فما برشا وجوه جديده. ان شاء الله تكون كانت روحها خير. منى حنان هذوما الجدد تقريبا، حنان، وان شاء الله يكونوا تعداوا للمتفرج معناها. امبارح كان بحذانا على العطروس وحكينا معاه زاد على التجربه نتاعهم. اليوم باش نحكيو معكم زاد انتم زوز على التجربة متاعكم في أول مرة قدام الكاميرا. بالنسبة ليك سارة مش أول مرة قدام الكاميرا كريم، خطر عندك تجربة قبل اسمها دوبلاش في فيرست تي في، أما في سيبور آخر جو آخر ضمار وفدلكة. أول مرة في رول دو كومبوزيسيون، أول مرة في حاجة صعيبة في شخصية السلفي، اللي اليوم السلفي عنده برشا برشا خدمة على السلفيين برشا طرق. أنت إجماع الناس الكل اللي خدمتوا بقلب ورب، خدمتوا بالقدال البرسوناج هذا، شنو قالوا النقاد، شنو قالوا العباد، شنو قالوا لك أنت الفيدباك نتاعك العباد اللي تعرضك شنو قالوا؟ والله من التيزر من الاول فما عباد يعني حسوني في حاجه مبدله جمله على ستيل نتاع دوبلاش، خاطر ستيل نتاع دوبلاش كانت اسهل لي شويه تجربه اقرب لك زاد دوبلاش واقرب لي، خاطر الكونسيبت يعني كانت فيه سبري تياترال شويه، وانا معني عامل مسرح ومتخرج من خريج معهد عالي في المسرح، يعني الكاميرا فيكس واللعبه الكل تكون في الكروما، يعني ما فماش يعني لي بلون واللي بلون سيري والكل، على عكس يعني في تجربه دوبلاش كان كاميرا فيكس تتحرك يعني مرتاح، عندك كادر معناها عندك كادر واحد تتحرك فيه في ستيل كوميك، ودو تمبروفيزي تلعبوا معك صحابك مش كيما فيكسيون كيما هكا رول دو كومبوزيسيون. اول مره قدام نجوم، قدام اسامي كبيره، قدام محمد الصياري، جمال مداني، نعيم الجاني، لا انا نحكي على البارتنير نتاعهم انا اللي خدمهم معاهم، حتى ما تقابلناش احنا في المسلسل، قابلت مع كان لي شرف باش تقابلت مع ساره، عملنا برشا جو ضحكت ونحكيو عليهم بعد، انا راني فضايحي باش نحكي لهم كل الحكايات. دونك نكمل مع كريم. انت حكيت على نعيمة الجاني ومدام نعيمة، وحكيت على سي محمد السياري، سي جمال ساسي، سي جمال مداني، اللي بالحق تجربة كبيرة. حتى أميمة بن حفصية، توفيق البحري زاد كان معكم، توفيق البحري وتوفيق الغربي، حتى أميمة بن حفصية أنا راها زاد استفدت منها برش، راها عندها برش اكسبيريونس رغم صغر سنها، بدات بكري وبدات بكري والكل، حتى هي نعتبرها معناها عندها خبرة كبيرة وعاونتني بالحق هنا، خاطر قبل كنت نتفرج في التلفزه راها سهله معناها، راه المسلسلات شبيه يمثل هاك شبيه ذاك يعمل هاك، كي جربت لقيت روحك في وسط الحكايه، كي جربت لقيت روحك لقيتها صعيبه الحكايه، لقيتها صعيبه بارابور المسرح عنده الشارم نتاعو وعنده صعوبيته زاد، والكاميرا تفضح اقل رمشه نتاع عينه تكون بيرتربي يمكن ما تظهرش في المسرح، في الكاميرا يعني اكثر ديتاي اللعبه، اكثر ديتاي والغلطه بحسابها. ونحب مش خاطرك بحذايا حسام، نحب المناسبه هذه معناها نشكر حسام، خاطر
خاطر مش دخل بيمشوني صارت دخل لا بالحق هو السبب كان اللي باش نخدم في مسلسل ريسك هو يعني كان اقتراح من حسام خاطر يعرف دوبليش وراء البروفيل نتاع السلفي ينجم يكون نتاع كريم الغربي ينجم يمشي في البيرسوناج هذيك وبعد بطبيعه تعرفت على نصر الدين سهيلي وعاطف بن حسين اللي مشاو برايح حسام وزادوا شافوني اكثر وكل قالوا صحيح يمشي في البيرسوناج هذا انت قبيله حكيت حسام حاجه مهمه حكيت البيرسوناج نتاع السلفي والصعوبيه نتاعه الصعوبيه خاطر سورتو اليوم التناول الشخصيه هذه في الاعمال الدراميه تقريبا ما يخلوش مسلسل ولا سيت كوم وما يتناولوش السلفي ترى في المسلسلات ترى في الاخبار زاد ما تراش في الدنيا معناتها ما تراش يعطيك صح يعني تسمع بيه كان قتلوه معناتها يعطيك صح ولا عاتب ظهره في مركز فما دي بيرسوناج الجو نتاعهم يعني الكومبوزيسيون نتاعهم صعاب كيما رول يعني الجاي والهوموسيكسيال ولا البيرسوناج نتاع الخليقه ولا بيرسوناج السلفي اللي ولات بيرسوناج كليشيه تو في الدراما نتاع تونس كيفاش انت تحاول يعني تبحر فيها اكثر وتتعمق في الريشيرش نتاعك اكثر وتلقى سورس دانسبيراسيون معناها منين تانسبيري ما تكونش تمشي للساهل نتاع السلفي هاو يتشوحر هاو عايش في الظلمات هاو ما يعرفش يخمم واحنا النور وهاو كيف فيها السلفي بك التصويره اللي ماهيش متعمقه التصويره جوست القشور البرانيه سورتو بارفوا الكتيبه للشخصيات هذه ما تكونش بيان هكا ماهيش عميقه ماهيش مكتوبه مش معبيه من داخل تلقى روحك انت كممثل تفركز كيفاش تخرجها صحيح صحيح خاطر يعني الكتاب ما همش عاملين دراسات على الناس هذوما ويعرفهم ما يعرفهمش وبتيتر الكليشي اللي تحكي عليهم زاد كريم يكتبوا بالكليشي حتى في الكتيبه ثم برشا كتيبه بالكليشي صحيح يعني فما مشكله كبيره في خلينا نفهموا هالظاهره هذه قبل ما نوصلوا نعملوها في فيكسيون. في فيكسيون ولا استعملها باش خاطر حاجه بالحق تطلب ريشيرش ولا بروف يعني انت كي ترى التجارب العالميه ولا كي تراهم يخدموا على ظاهره معينه والكل بار اكزومبل فما تجربه نتاع روبرت دينيرو كيخدم الرول التاكسيست يعني خدم تاكسيست بالحق ومشى وكل فمه طاح وخدم باش وصل يخدم التاكسيست خاطر احنا فما مشكله زعما امكانيات زاد هذيك يخلص باش يخدم تاكسيست بيان سور يخلص باش يخدم تاكسيست لكن فما الاراده زاد خاطر انت باش تعمل انسبيراسيون مثال في صارت التجربه بتاع جنون في تونس مسرحيه جنون التجربه اللي صارت مع دالي بن جمعه كيفاش مشى وعاش وشاف حاجه مهمه ياسر يعني انك تقعد معاهم تشوف هو جسم حتى عندك جمله انت في مسلسل كامل لكن الريشيرش مهمه على الاخر بالحق ويظهر معناها يظهر الشيء هذا يظهر في الجيم بعد نتاع الممثل ما خفتش مثلا وقت اللي اول حاجه ليك باش تعملها في التلفزه تعملها سلفي على خاطر نعرفوا في تونس على الاقل في الدراما في تونس كل حد يعمل حاجه من الاول وسورتو ينجح فيها تقعد فيه تلصق فيه هذيك معناها نعيطوا لك باش تعمل سلفي نعيطوا لك باش تعمل هذاك هو ما خفتش منها صحيح بيان سور خاف منها خاطر انا الحاجه اللي نرتاح فيها والكل من اللي مازلت نقل في اللي زاد والكل هو نشيخ على نحب الجو الكوميك نحب نلعب والكل نحب حتى كي نكومبوزي في الكاريكاتير كيما في دوبليش والكل كيما في دوبليش حبيت يعني بالطبيعه قبل نحب بار اكزومبل كيما ترى وجوه مثال يقمروهم بالاسم هذاك تلعب الفاهم الاخر تلعب كذا يقعد فيه كي نلقى السلفي قلت يقعد نقعدش فيه حكايه السلفي حتى اللي راوني انفيتي مره في حاجه هو اللي يخدم سلفي والكل لكن لقيتها بالعكس حاجه ما فيهاش مشكل وفرحان برشا بالاكسبيريونس هذه خاطر مازلت تخرجت ومازلت جون والكل والرول وناخذ رول معناها عنده قيمته وعنده تاثير في ستركتور يعني دراماتيك نتاع مسرحي بالاساس حتى كي تجي تخمم اوترومون خاطر انت عامل مسرح وغرامك من المسرح كان قريت المسرح دونك تخمم اكثر في المسرح ولا عجبتك الاكسبيريونس تاع التلفزه؟ بالطبيعه اكثر في المسرح ديما معناها هذيك المسرح عنده الشارم نتاعه والاولويه ديما للتياتر والكل بقطع النظر على التلفزه الشهره والكل لكن بيان سور معناها لازم انا راه لازم انه جماعه المسرح يخدموا في التلفزه وفما ديز اكسبيريونس صارت كما التجربه نتاع حسام سيحلي ولا التجربه نتاع عاطف بن حسين ولا صادق حلواس في الديريكسيون داكتور اللي حاجه مهمه 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 الاقصى درجه في تونس انه تكون خدمه اكثر على الممثل ولاحظوا معناها حتى في الجو قاعد يتطور برشا الدراما في تونس خاطر كي ترى انت التجارب في سوريا والكل تراهم عباد متكون
قانونيين ومن بعديك يجيبهم. لكن في تونس لهنا تصير تجارب بار اكزومبل نتاع عبد عمره ما عمل المسرح ولا ما عنده علاقه ما يمثلش والكل، لكن عنده الطموح هذاك وعنده وجهه اللي يعطي ومحليه تصير عليه خدمه كما خدم حسام في مسلسل ولاد مفيد ولا في الفورماسيون كامله وتعطي انتاجه باهيه برشا. حسام مش انا بيان سور، حسام ساحلي. ساره العطوشي اللي انت جيت من ميدان اخر، جيت من جو اخر، انت تقرا سيونس بوليتيك وتعمل موسيقى، دونك نحكيو على الموسيقى، اختار سيونس بوليتيك والدروا هذاك ما عندوش علاقه بالتمثيل، شنو اللي اضافت الموسيقى للتمثيل؟ حتى شيء فوالا، شكرا مرسي ساره، قصت لي قصه عريك لي على الاخر حتى شيء. دونك اما لا هو انا جيتي دون ان اوتر موند، معناتها حيتي كامله عالم فوق الجفر طاير على روحك بالحق. كنت معناتها ليا بموزيكتي ليا بجوي، ما كنتش نصور روحي باش نولي نمثل. معناتها كيفاش جات الحكايه؟ عمني تعرفت على فما مخرج تعرفت عليه حبني نمثل في عنده. شكون المخرج؟ جو بريفير ما نسميش شكون خاطر البروجي ما كملش. خفيت الاسم كيما شركه خفيت الاسم، مخرج خفي الاسم هذا ما يحبش يقول. فوالا حاشيلو كنت هيك اول مره نقف قدام كاميرا، ما كنتش نصور روحي باش نمثل، دونك كنت هي اول تجربه وتعرفت غادي على نصر الدين سيلي شافك قاعده التصوير في مخه. اكزاكتومون اي، وحتى كي ما كملش بروجي كما تصورش الفيلم، بعد كلكو موا نصر الدين كلمني في التليفون قال لي احكي لي على البروجي نتاعو على الفويتون، وتقابلنا زدنا حكينا عطاني سيناريو سما انتريسي لو بيرسوناج من الاول حسيت خفت. خفت برشا من الاول سورتو بيرسوناج برينسيبال بيرسوناج صعيبه. Exactement. صعيبه لاول مره واحد يمثل يلقى روحه في البلونجون في المال بارد معناها كي تقرا سيناريو تكرهها البيرسوناج تكرهها على الاخر. كرهتها انت كي تفرج فيها؟ كرهتها وزدت كي تفرجت زدت كرهتها معناها وزدت البيرسوناج كرهت البيرسوناج معناها الدليل انا لقيتها في الراديو اليوم اول مره انت تقابلها في الدنيا. حبيتها ولا كرهتها؟ لا حبيتها عطينا الرسم. لا ولا حبيتها هكا طلعت تحب ساره سيمون حاجه باهيه معناها. لا انا فريال هو سيتي ان ديفي بو ما معناها بالحق تراها في لي زيتا نتاعها الكل تراها وهي سكرانة وهي متغشة وهي تتعارك مع أصحابها تراها وهي فرحانة تراها هي في الاخر ترجع للبيغتي نتاعها سو رومي اون كيستيون تحب كل لي مورسو افيك سافا. هو في الكورب دراماتيك شخصية مكتوبة معاها في المشاكل نتاعها الكل، ومن بعد تصير تعمل توصل للفوعه الكبيره مع عائلتهم وتخرج ومن بعد تتفرهد الامور. تحس ارستو كاتب لك الشخصيه نتاعك انت مش دالي دم خاطر ارستو مهفل الحكايه هذه بدايتك وسط ونهايه وك العقده والحل جوك باهي في المسلسل وهذا اللي يخلي العباد تحب لي بيرسوناج هذوما سيرتو كي يكرهوه في الوسط ومن بعد يفهموه شنو علاش هو يعمل هكاك سيرتو كي تلقى حلول من بعد مع البسيكياتر واللي ولا امي انتيم احمد امين بن سعد اللي قام اي من بعد يولي اموغو جمله بها وجو محلاها العباد تحب الحكايات هذيك سورتو العباد اللي كرهتك في الحلقات الاولى تقول شنو هي العثه هذه شنو الكارثه هذه وثم شكون عرضني قال لي منين هذيك عليها كيك بالحق راهو كيك خاطر العباد ما يعني يسالوا فيا عباد قالوا لي بالحق في الدنيا هذيك قالوا لي قلت لهم لا بالعكس في الدنيا قول لهم ربي قول لهم راني مش كيك هو يفو فير لا بار دي شوز معناتها هو سي ان بيرسوناج جي يفالي ايتيدي لو بيرسوناج و سو ميتر دون سا بو معناتها يلزمك انا تنساها ساره معناتها فوالا كاين كازي شميز ولبست شميز ولبستها فوالا شميز كريم انا لبست قميص انت لبست قميص كريم لقى الحلول ورجعتوا للمسرح رجعتوا للتكوين الاكاديمي رجعتوا لليكول انت منين جبت شنو عملت؟ ما عملت حتى شيء ما عملتش ثلاث ايام لا في بالنا ما عملتش تياتر كي لقيت روحك تتعامل مع شخصيه لاول مره كيما كي على اي اساس خدمت كيفاش خدمت بالانستان بال شكون عاونك كيفاش عملت باش نجمت تقنع زاده بالشخصيه؟ خاطر الشخصيه ما تشبهلكش ما تشبهليش اما ما عرفتش معناتها حاولت فوالا حطيت من الاول هذاك لا ديريكسيون تاع المخرج وكذا وبشوي بشوي من الاول ضعت بالحق معناتها من الاول لقيت روحي في وسط دي زاكتور معناتها مع مدام معناتها عندهم اكسبيريونس مع مدام جميله الشيحي مع تحيه لجميله الشيحي اللي عملت اداء ممتاز وكانت محلاها جوها جوها في البلاتو جميله نحكي عليها بعد جميله باش توا لكن بعد في الاوف دونك فوالا معناتها ناس الدين سي اللي تلهي بيا عطاني معناتها اون بون معناتها ديريكسيون
وزيدا مدام جميلة الشيحي وقفت معايا برشا الما معناتها انكادري عطاتني معناتها برشا ديزاستوس معناتها كيفاش لي رياكسيون لي ايموسيون كيفاش نجم نتعامل معاهم برشا حاجات دونك عاونوني دوكو فوالا قعدت كيف ما انا ما زدت شويه عطيت الكولور للبيرسوناج هذاك خاطر سي سكي فالي فير وكها فوالا واضح دونك هذه الديمارش اللي بديت بها ساره مش نرجعوا بعد للتقييم تاعكم للاعمال الدراميه وانتم اكيد تتفرجوا في الاعمال الدراميه الكل وقالت لينها مش نرجعوا زاده مش نعملوا ان تيست مع بعضنا انا وياكم تيست يهم المستمعين باش يعرفوكم اكثر على حقيقتكم انتم شكون كيفاش تخموا شنو ثقافتكم كيف باش نمشي معاكم للتقييم واحنا مشينا في العدد التنازلي اليوم مش نبداها الحكايه من اليوم مع اللي جايين ضيوف الكل الاحسن مسلسل حسب رايك انت واحسن ممثل وغيره من غير اذا يخموا في فاقلكم ومن غير ذاتيه ومن غير معناها اوبجيكتيف خليكم في الاجوبه هذوما كل بيان سور بعد الاخبار رجعين احنا بعد الاخبار باش نكملوا مع كريم الغربي وساره العطوشي قاعدين معكم حتى نص الليل غازي حسام يبوسوكم الناس الكل ما تبدلوش ستاسيون امينه فاخت عاش بينا صبت وصلنا ل 10:39 دقيقه مرحبا بلي اسمعوا فينا الكل على كاب اف ام مرحبا بلي تحقوا بينا توا صحه شريبتكم تكبتيو في الموجه على 91.5 105.6 وال 95.2 مواصلين سهريتنا حتى نص الليل مع ضيوفنا اليوم النجوم الوجوه جديدة بيان سور في رمضان كريم الغربي سارة العطوشي مرحبا بكم مرة أخرى مرحبا عايشك مرحبا عجبوني جاوا مع بعضهم مرحبا بكم مرسي عايشك مرسي عايشك سارة عمير رضوان سارة قول لي سارة قول لها سارة قول لي سارة تتفرج في رمضان شنو تعمل في الليل كي تكمل شغال الفترة تخرج ولا تتفرج سي سي نتفرج نشوف حاجات انتريسونت نتفرج وبعد نخرج باهي جوستومون باش نشوف شنو فاش تفرجت وشنو اللي عجبك اكثر نبداو مسلسل ولاد مفيد ولاد مفيدة فرانشمون جي با ريغاردي ما عندي حتى فكرة على الحكاية شنو هي ما شفتكش مفيدة معناها لي مش هكا اما شفت كيلكو سيكونس معناتها حب معناتها باغ كيوريوزيتي رايك انت في اللي شفته على الاقل هو توا اول مسلسل معناها في تو دي جونس عباد تتفرج برشا بون انا جو با كريتيكي خاطر سي با ما بلاس معناتها اما استيتيكمون لا مش كريتيك معناتها تعطينا رايك سي استيتيكمون معناتها سي تري انتريسون سي كيف ما شفنا مكتوب وكل معناتها في الكاليتي ديماج وكل شيء مش بعيد برشا سينون كهاو معناتها ما عندي حتى فكره خاطر على الحكايه وعلى بعيد فرشت في نعورة الهوية نعود لهوين لي ما شفتش كيف جملة اللي تبعت شفت ليلة الشك باغ كونتر ليلة الشك ما عندي ما نقول فيه فرانشمون كل شيء كاليتي ديماج كادراج كل شيء معناتها الحكاية السيناريو كل شيء عجبني معناتها الممثلين الجو نتاع ليزاكتور فوالا الممثلين كو سوسوا الممثلين القدم اللي نعرفوهم ولا الوجوه الجديدة زاد في ليك الشك اكسلون كاستينغ كل شيء معناتها عملت عليه جو اي عملت عليه بالنسبه لك انت في احسن مسلسل اللي تشك احسن مسلسل اي ولا بتبيع من غير ما نحكي على ريسك هذاك اللي قدام انتم فيه دونك ما نحكيش عليه لا نحكي اون دور دو باهي حكايه تونسيه حتى توا ما شفتش اما سمعت الاغنيه نتاع جينيريك مش خايبه الموسيقى رجعت للموسيقى الموسيقى كاو شو نعمل عجبتك الموسيقى كاو جو ريفيان ما سورس ديما حلوة الموسيقى دونك نقطة ما سورس هكا هو ذاك هو في حكاية تونسية كان الموسيقى معنا وي وي كاو امريكا كريم مرحبا في المسلسلات تفرجت فيهم الكل اي باهي مالا تبدا تعطينا رايك ولاد مفيده ولاد مفيده عجبني المسلسل عجبني معناها علاش عجبني خاطر ترى تطور حتى في جو داكتور فما حاجه بالحق معناها هي في الممثل ديما يقولوا هنا في المسرح ولا حتى في اللي نظروا في الجو داكتور من لي ميثود نتاع جو داكتور الكل ديما يقول لك اقل تمثيل ما تمثلش كون صادق حتى في الكومبوزيسيون اللي فيها تمثيل والكل لكن وصل لي الصدق به اللي لاحظته الصدق هذا في نحكي على جو داكتور خاطر ديما نركز ياسر ما نفهمش ياسر في التكنيك معناها في التكنيك نفهم حتى في جو داكتور مش معناها نفهم في جو داكتور اما عادي معناها نعطي راي فما جو داكتور محلاهم الاولاد سورتو ياسين بن قمره ترى التطور نتاعو من مكتوب والكل معناها بين اللي هو ما عيطولوش في مكتوب وقتها خاطره جاباري وعنده هامر والكل حتى في المسلسل هذا هو ما عندوش هامر ما عنده شيء لكن وصل
وصل حسنا بيه بالطبيعة عم بعد يجي التنبير وكيفاش هو في مكتوب عيطوله خضر جبارير خير خضر بون اكتور من بعد ولا اما من بعد هو خدم على روحه بعديك هو خدم على روحه فما ديريكسيون داكتور سيدا ديريكسيون داكتور ما تكفيش راه ما تكفيش ديريكسيون داكتور وكيلقى ماتير هو معناها ممثل كيما بداش هو يحط في قلبه يخدم على روحه راه ديريكسيون داكتور مش عصا سحريه ما تعاون تعاون برشا تعاون ما نجمش تجيب دجاجه تقول ردها لي ممثل به صحيح معناها دجاجه على رويحته ولا غالبا ما نجمش الاولاد معناها عندهم بالحق حتى طفل اللي خدم اول مره نسيم ظاهر معناها حسام وصادق والكل يعني خدم معاه حسام على على البيرسوناج اللي تصدقوا كي تتفرج من الاخر من غير تعقيد ماهيش معقده نتاع عباد تفهم تمثيل ولا ما تفهمش تمثيل ولا تفهم مسلسل عادي لك حاجه ولا بروف تفرجت العباد ومن يزينا من استقبال المواطن التونسي نتاع عطى راي وعطى راي يهوي يتفرج فيه العباد يقول لك معناها ليه العباد تتفرج لكن انا راه تافه هنا ما راهوش تافه نتاع شنيا راه تافه الحكايه ايش تحبوا يعمل لك انت ايش يحكي لك على ثقب اللوزون في مسلسل في رمضان نتاع عباد شق تفطرها وقاعده تتفرج هذا الموضوع عايز خليه جاي ومن بعد جاي جايين الحكايه هذه يحكي لك واحد عائله يتعاركوا على ارض على البيعه نتاع ريستورون الاخر يضغط على مرته محلاهم بعد خرافه في خرافه محلاه دونك واضح في جو دكتور واضح وتستنى فيه العباد للعام الجاي داكور بالنسبه لنعورة الهوية تفرجت في نعورة الهوية نعورة الهوية تفرجت فيه انا يعني في الايماج والكل تحسه مخدوم بالكدا لكن القصه والحكايه المواطن التونسي نعطيك دي زيكزامبل معناها وما نعرفش شطرني فيهم الراي ولا بار اكزومبل باش نرجع نعرض الهواء نجوم الليل بار اكزومبل علاش حبت لعبت الجزء الاول والجزء الثاني بعديك رخ شوي الجزء الاول كانت البساطه نتاع مروه تحب شوقي عندها اختها ميكانسيان هكا مستذكره شويه بسيطه العائله عندهم حوينت عائله تونسيه هي نتفكر فهمت محلاهم فهمت حبوا بعضهم هي حبت واحد لاباس عليه هكا الحاجات تتعاطف معاها تحب بعد كي دخلوا فيها كيلو دروغ في الحلقه والاخر هابط من الهليكوبتر والاخر وموتورات والاخر موتورات والاخر والسلفيين في الاخر السلفيين في الاخر فهمتني بصوف نتاع علوش معناها في الحياه والكل يعني بشال في طريق اخر هذه المشكله في نعاره الهواء زاد السنه في نعاره الهواء السنه عملناه زاد كيف كيف كل الوليدات صغار اللي يطلبوا تتفاعل معاهم شوف مين كانوا وين ولاوا والسنه وليت معناها سياسه معناها عباره نتفرج في الاخبار ساعات نحط نغلط في بالي الاخبار مازال ما بداش المسلسل معناها نعرفوا مسلسل كان كرار بن عمر نقول ليه مسلسل مش اخبار اخبار فيها ديكوباج باهي مصوره بالكدا وسياسه والاخر الرجل السياسي يا اخي زينا من السياسه تحب تقول لي انت السياسه فاسده ورجال السياسه فما حاجات قاعده تصير في بالنا في بالنا به معناها فما مسلسلات كيما اخوه وزمان بار اكزومبل اللي خدم فيه المخرج نتاعنا نصر الدين سيلي اخوه وزمان عائله بسيطه واحد خذا الباك ما خذاش الباك شدوه بفوسك اخته تمشي تخدم في الخياطه الاربعه نتاع الصباح تتفاعل معاها محلاها كيما التركيز نتاع الخرافه الخطاب على الباب بار اكزومبل خطاب على الباب يحكي على الحومه العربي لما يحكي لنا على غاده بعد شويه باش نرجع باش نرجع باش نرجع على غاده خاطر الخطاب على الباب بار اكزومبل تلقاه يحكي لك على الكوتيديان نتاع الكوتيديان حتى واحد في الجنوب ما يعرفش الحومه العربي لكن يتفاعل معاها خاطر الخطاب على الباب تفرجيه معناها قريب تخرج لك صحفه دراع من الواحد يعطيك الاجواء الكل محلاها نتاع المسلسل حاجه البسيطه تفرج ما تسحرش تقول هذا اللي ما لقيتوش في نعوره الهواء هي ما لقيتوش مش بشرطه يخدموا فما ديجور تاع خرافات مش بشرطه يخدموا هذاك التونسي هذاك لكن حتى لا مانيير كيفاش باش تخدموا الشيء الاخر معناها واضح ليله الشك ليله الشك عجبني زاد معناها محلاه معناها يشرف كما كنت تحكي انت ليله الشك فيه قصه فيه قصه فيها حكايه جو دكتور محلاه تحسهم ما يمثلوش تصدق ديما صدق حكايه تصدق هي كي تتفرج وما تندمش معناها كي تحط تتفرج ما تندمش فوالا دونك لو فيه بحكايه تونسيه اللي هو مازال كي مازال كي بدا تونسيه باغ اكزومبل هو في الاديونس وعمل برشا اكثر واحد بيان سور توالو لاني يعني. انا باغ اكزومبل عندي مشكله مع العقليه نتاع عريا ودرشني ودبوز اشراب معناها خاطر كي تحط له صلاح الدين الايوبي ما يتفرج فيه حد في رمضان فهمت شنو نعملوا معناها فهمت ولا لا يتفرج حط صلاح الدين الايوبي ويحكي على الاسلام ما يتفرج فيه ما تفرج فيه العباد يقول لك انت ليه في رمضان ما يجيش المسلسلات تعدى كان في رمضان واش باش يعمل ما فماش مسلسلات يا خويا جيب لي في شوال ولا في ذو القعده ولا جيبك انا في وسط العام في الريفيو باش نعمل لك مسلسل ما نجم ما نحطلكش اشراب هاو يتعدى المسلسلات في رمضان كي نحيوا احنا ذو القعده هو نتاع
القادر هذاك. فهمت يعني بالعكس ونتفرج فيه. ما عجبنيش انا المسلسل بيرسونيل مو علاش ما عجبنيش بعد هذا الكل، اما ما عجبنيش مش بالتطرف بكر ما عجبنيش ومن الاول خاطر يحكي على ما عنديش مشكله مع العريه، ما عنديش مشكله مع المراه اللي في الـ في الـ في الماخور خاطر موجود، ما عنديش مشكله مع الحكايه هذه فهمت، خاطر الكل الناس كل تحكي كلام زايد. عندك مشكله مع الخرافه؟ عندي مشكله مع لامانير لوكومو كيفاش خدموه، عندي معاه مشكله، ولا جو داكتور عندي معاه مشكله، اما مش بالنظره نتاعها وعريها ودرشني والكل. ولا بروفيتوس يتفرج انا امي تتفرج فيها هذا ويجيبوا الشهر تفد معناه هو هاو نطولوا بالشهر تبدا تسب فيها شو كيفاش تعمل شو كيفاش تعمل وتفرج فيه. بشرى امك ماهيش معاش مش تفد من الشهر خاطر تنحى الشهر. جبد رواح من المستشارين دونك شو اللي تفرج فيها على طول اهم مستشار فيهم نتاع الياغورت دونك جبد روحه خاطر فد قال ما يشرفش الياغورت نتاعي اللي هو معناها تونسي تونسي على الاخر ومتاع رمضان ياغورت يعمل 66 كيف يبيع فيه ب 500 كعبه هو توفيق به اي فاق لا درا شكون زفر عليه قالوا نحي مع المشاكل قالوا تحط لنا حكايه هو واحد قال لي نبار واحد قال لي تحسوا برشا كليبات المسلسل برشا كل درجه كليب كل درجه كليب دونك هذوما الاعمال الدراميه نحكيو شويه على لي سيري كوميك سنا وعلى وانت جوك الكوميك اما قبل هذا كنا نحب نسمعك حاجه كريم الغربي يقول لي شنو هي هذه. السلام عليكم. السلام خويا مرحبا بك تفضل. مرحبا عايشك تفضل بفضلك عايش خويا تفضل. سامحني نحب نمشي نجهد. ايوه وين خويا قل لي؟ بالتحديد في درعا. درعا اي باهي اخويا سامحني قبل البلاصه انت علاش تحب تمشي تجاهد؟ والله نحب نستشهد خاطر. تحب تستشهد اي معقول؟ لا ماذا بيا ماذا بيا في ماكسيموم خمس ايام. خمس ايام خمس ايام اغلى خويا شوي. ميسيرش معقول معقول خمس ايام باهي. قل لي كيفاش الموت الطريقه كيفاه؟ ماذا بيا قنص في الراس. اي قنص لحظه بركة ولا لا لا اسمعني نحب نموت باربي جي. ار بي جي باهي خويا. بالنسبه للار بي جي تتوفر لك نص حالات لهنا سواء تكون في دار سواء تكون في كهرباء. كهرباء خويا كهرباء. نوع السياره دي ماكس. كناتري خويا انت؟ لا لا مش كناتري دي ماكس. دي ماكس خاطر كبيره وفيها برشا فهمتك خويا. اي باهي لهنا خويا نجم نزيدوك احنا اوفر جديده اللي هي تتضرب بالار بي جي في راسك المره الاولى من بعديك في الدي ماكس الكلها ما انت تمشي تتفتش. اي كل 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 انت عندك تصور الجسد نتاعك كيف تحب يكون؟ اي انا ماذا بيا بالله قول لي فماش تنكيل بالجثه. تنكيل بعد ما نموت نحب تنكيل بالجثه. تنكيل ظهرني مازال عندك من بعديك نشوفوا تنكيل. قل لي بالنسبه لمصارنك قلبك كذا كلهم يتفرطوا قلبي يخرج على برا مصارني تتفرط معقول المهم وجهي ما يفسدش باش دارنا من بعد يعرفوني زاد شويه حروق برشا حروق برشا حروق اي اسمع خلي الساق اليمين تتقص الساق اليمين تتقص باهي خويا نعيط لك لابو مصعب هو المسؤول على الحكايات هذه الكل معناتها باش يشوفوا واش عندنا ديسبونيبل مازال خاطر ماك تعرف الطلب برشا علينا ابو مصعب ولا ابو مصعب هذه دوبل ايش السيري نتاعكم البيرو جهاد معك خليل بيان سور خليل بن جوير وزين عبد المستوري مستوري السيري اللي ما خدتش حظ كبير معناها شويه على الانترنت لكن هي كانت ضامره على الاخر انا اكتشفتك غادي كمان اول مره نشوفك هذيك بعد قالوا لي راهو هذوما اولاد الانستيتيو معناها بالحق خدمه من دارت شنو عملناه ولا تعملت علاش ما تعاودتش الاكسبيرينس هذه؟ ما تعاودتش يعني برشا مشاكل مع البرودكسيون وبرشا مشاكل حتى في الشان اللي تعديت احنا كما شفت كما كنت تسمع سيري الحلقه هذه اسمها بيرو الجهاد كان عندنا يعني ما حبينا نبعدوا على الكوميديا طرف وشام في الراس وحليلي ناي والكل باش تضحك باللهجه والعكاز الساهل والكل حبينا نمشيوا على حاجات عندنا مشكله مع الارهاب عندنا مشكله كيفاش تتفهوا الموضوع هذاك ورا وانت فما في لبنان كيفاش خذاوا الجرأه وكيفاش ولاو يخدموا والكل ما تخافش لا تخاف لا من داعش وعندك ولد حومتك متبني داعش وعندك ولد حومتك ماتوا في سوريا ويتفرج فيك وتقول بيرو الجهاد وتتبولد وتت يعني تسيب روحك وتخدم خاطر هذا الشيء فيك خاطر الكوميديا تشوف ديدوني معناها كيفاش يحكي عنا زي والكل الامور نوار يزينا من حق حبينا نمشيو معناها من اصبنا ولا من نصب جيم بعد لكن ما نستسهلوش مساله الكوميديا عندنا الجهاد ماناش نتبولدوا على عقيده على مساله الجهاد في الاسلام بالعكس نتبول يعني طرحنا في كما في الحلقه هذه نتاع تطرح انت حكايه الجهاد كيفاش ولا معناها بيرو ولا نتاع جهاد نحب نمشي الجهاد كيفاش تبسطها في الحكايه هذيك وحبينا نبعدوا على الستيل الاخر اللي في الكوميك يعني
فما ديشان يقلقها انك تكون وزي في الشيء هذا في الشيء هذا وحاولوا انا من الاول معناها جاتنا من الاول في الشيء اللي نخدم قالوا لك لا ما تعملش هذه وسايب علينا ابعد علينا من الواحد خلينا في الاكتواليتي معناها خلينا في حكه طماطم اللي الغاليه تلبس كابوس وتطلع يا حليله حكه طماطم مش نعمل تو وخلينا ويضربوه ويروح معناها وجه هنا وجه هنا كيف واش فيك فهمتني الاخر خليك تحب على الاخر لحيه وقميص واحد ليه وبعد اختانه من اختانه لاختانه تفقد القوت ولي تكتب في جو ماش نتاعك هاي فك علي جمله وتقعد مي اكسبيريونس مزيانه تخمو باش تعاودوها كريم مع خليل بن جبير زين العبد ان شاء الله باش نعاودوها في تريو انتم معناها مشيتوا على موجود تريو في هم برشا حلقات تدخل على الفيسبوك اكتبوا دوبلاش بالعربي تكتبوها دوبلاش تلقاوها هكاك بالعربي تكتبوا دوبلاش تلقاو سيري كامل منهم هذوما اللي هما قداش يذولي 10 حلقات عملنا 10 حلقات 10 حلقات مزيانين ثم مواضيع اخرين ثم الفرنساويز ثم البراكاج حلوه نتاع الفرنسيه هذيك ثم الفرنسيه البار بار في تونس والبار اللي في فرنسا ثم الكمين كيفاش كمين الارهابي كيفاش يتشد ثم واحدين محلاهم معناها ثم الباسطين معناها في زوز والفلاذ ينبر على روحه موجود حكينا الحكايه هذه خاطر مش نحكيو شويه على لي سيت كوم اللي تعدى في التلفزه اليوم ثم دي سيري ضربوا وثم دي سيري كلاو كبوت وثم دي سيري ضربوا عند العباد لكن كلاو برشا نقد نحكيو على بوليس مثلا شفتها بوليس شفتها بوليس شنو رايك يعني بالطبيعه معناها تشجع انه نفرحوا كي نروح على مستوى لي ماج ترى في الشيء ذاك لكن ديما نرجع لمساله الروح وحكيت لي يتعدل للتونسي ولا اللي ما يتعداش فهمت يعني الامور اللي في بوليس ولا المصروف نتاع ليماج وكل محليهم كيستيون ايماج كيستيون معناها ترى روحك تتفرج في حاجه في مش في تونس في امريكا والكل وتشجعوا المخرج والكل لكن ما يضحكش فهمت اللي ما يضحكش معناها من ربع ساعة جيك فان ولا في تتفرج في حلقة كاملة اللي تتباسم وتقول يعطيهم الصحة بينما أنا عارفوا سيت كوميات تاريخ سيت كوميات في تونس حتى حاجة بسيطة بيرو كرسي وطبيب كما مثال شوف لي حل علاش نجح 5 سنين والكل لكن تتعديلك الضحكة والكل أما شالة تتعاود التجربة وما يكونوش معناها كل العباد ما عجبهمش أنا نحكي بيرسونال مو معناها ما ضحكنيش مش ما عجبنيش أي هو فات عجب لبيبار وفما الكلام اللي تقال على ما يضحكش وسيتواشن اللي ما ضحكش ديما كي حكينا هنا كان جميل نجار بحثينا كان واحد من اللي خدموا في بوليس قال اللي هي ما موش سيت كوم ديجا هي سيري دونك حتى سيت كوم سيتواشن كوميك سي با سا قال اللي هي مانيش سونسي نضحك في كل كلمة تتقال فما حكايه وفما تيم في كل حلقه وفما حاجات دي سيتواسيون وين الضحكه تجي وين لامبرو وين لي كوميديان هما اللي يسيبوا الضحكه هذيك وساعات في سيتواسيون بيدها انت تضحك معناها قاعد يطرح في مشكل وتضحك دونك صحيح العباد حكيت على التكست سورتو حتى التكست والامبروفيزاسيون بين العباد فما فرق بين مثلا كيبدا لطفي يعمل في لامبرو الى حد داخل فما فرق مي سيري مثلا هذه الاولى في تونس كي تقول انت علاش ما عجبتكش السيري سي كو معناها ما عجبتكش خاطر لازم في سيت كوم لازمك تضحك في كل كلمه لا مش تضحك في كل كلمه بيان سور معناها ما تنجمش تضحك في كل كلمه لكن قولوا احنا سيري كي معناها ما نحبوش تكون لي سيري لا تكون تضحك هي تجي بين البنين مثال سيري انت كي تشوف كي يخدم لك سلسله بوليسيه سيري في فرنسا ولا في واحد ترى احداث معناها وترى خدمه وفما خدمة تاع دي بيرسوناج وترى الحكاية والكل ويخدم لك سيت كوم يخدم لك حاجة تضحك هذا معناها ما ضحكش ما ضحكش ما عجبكش ما عجبكش نمشيو نحكيو على نسيبتي العزيزة أنا جايك سارة ليتهم انت هذوما سارة شفت بوليس حتى نرجع لك في بوليس ما نخليك في بوليسك تو نجيك نسيبتي العزيزه زاد انا عندي مشكله معاها السيت كوم هذا بالحق معناها نحكي البيرسونيل ما يضحكنيش انا الجو هذاك ما يضحكني ما نضحكش على كوثر البارد شادة تاكل في كاستيب البندق جاها واحده لابسه فولاره في راسها وتحكي باللهجه الريفيه ومعهاش لابسه بالكدا باش تضحكني معناها وانا قاعد في داري خاطر اللي يحكي وجاي من البلاد وتحكي لها عم شو اسمه اللي في البلاد ولابس سروال اخضر ولابس سروال اصفر باش نضحك باهي الستيلس الكاريكاتور معناها المخرج كان جاي تحكي المخرج لهنا ولا تجيب الكاتب نتاع الواحد ينجم يسكتني معناها تقول لي هذاك نخدم في الكاريكاتور وفي الاكزاجيراسيون والكل لكن ياسر يعني تحسوا كركير مش عر معناها فهمت الجزء الاول مش ايه والكل يدغدغ فيك باش تضحك معناها تحسوا كركير مش عر سيختو ياسر معناها ياسر تخرج البلدي اللي قاعد في داره متبزع في داره والبدوي
اللي جاي الواحد هم قاعدين على باللغه بالحوايج بالستيل. انا بيرسونيل مو هكاك، يمكن فما عباد يعجبهم وضحكهم عند احرار معناها. واضح تفرجت في بنتهم هاي بنتهم عجبني، مش خاطر اصحاب مع ميمة ولا نعيم، عجبني وطارق بعلوش معناها محليه بالحق معناها مهبول معناها فهمت يعجبني. انا طارق يعجبني في سكول بالحق، وكان سبب نجاح الجزء الاول نجاح انتر بارونتيز معناها والكل وفي هذا ما بالحق محليه يروحوا خفيفه وكي كومبوزي ما يهزش الكومبوزيسيون الماست مولدي لحول هذاك مولدي لحول معناها كيفاش يحكي والسيتواسيون تاع عم محليه وماهوش ما فماش ضمار من الوذنين بتبيع فما حلقات ماست والكل لكن جلوبال ما بنتهم عجبني انا عجبني بالقديمه. دونك بنتهم عجبك امبيلونس ريتها سيري هاي نتفرج فيها قاعد انا فلت شيء هذا الشهر حافظه ولا ام بي 3 بعدين دونك حافظ كل شيء عنده كل شيء. امبيلونس شنو رايك فيها لسعد الوسلاتي في الاكسبيرينس بتاعه؟ انا عجبني الامبيلونس وعجبني هو لسعد الوسلاتي تحس عمل دار العزاب وامبيلونس دار العزاب جيت باش نحكي على دار العزاب تحس عنده ستيل وعنده يتحسس حاجه يتحسس الحاجه محلاها والكل محلاها معناها امبيلونس تفرجت يمكن في حلقتين معناها حكايه كيفاش جاوا يهزوا في واحد مدغور ولاد حومته خلطوا عليه والكل وفما حكايه معناها هذيك البرسوناج بتاع البطيه اللي تحب تعرس المضروبه في الاخر وكل مره يجي مريض تتضرب فيه في الاخر المريض هذا كما اليوم حلقتها مع كمال تويتك المريض هذا يطلع عنده شكون ولا يطلع عنده مشكله معينه والكل فما حاجه معناها محليه فما حاجه مهمة. عندي حاجه اخرى مهمه تو علي طرابلسي موجود في المهرجان الحمامات الدولي اليوم الافتتاح. علي طرابلسي الو اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا يا علولو يا غالي صحه شريبتكم يا علولو يا غالي يا سمح المستمعين هاي في المسرح الطلق بالحمامات تقريبا 10 دقائق من انطلاق واعطى اشاره انطلاق الدوره 51 يعني الخمسينيه الثانيه بعد الخمسينيه الاولى اللي كانت عملناها والانطلاق الخمسينيه الثانيه اليوم 10 دقائق وبحضور السيد وزير الثقافه كيف السيد ولي نابل كان اعطى مدير مهرجان الدولي بالحمامات السيد كمال الفرجاني انطلاق اشاره الدوره 51 اللي هي باش تكون مسرحيه الله ينصر سيدنا نص عز الدين المدني واخراج الممثل القدير والفنان الكبير عبد الغني بن طارع. نحكيوا شويه على المسرحيه قبل ما نعطيكم الاجواء يعني هنا بالمسرح الهواء طلق بالحمامات. الميكرو عندك هذه احكي اللي تحبي علي الميكرو عندك وانا عندي ثقه تامه فيك يا علولو يا باهي. المسرحيه هذه هي من يعني مقتبسه من اعظم حدث سياسي عرفته تونس يعني خلال منتصف القرن 19 وهو صدور عهد الامان اللي نص فيه على انه تونسيين مواطنين لا رعايا لهم حقوق وواجبات ونعرف الكل معناتها احداث معناتها صدور عهد الامان خلال منتصف القرن 19 من بعد يعني باشراف المشير الثالث محمد الصادق باشا اللي كان يعني ملك الاياله التونسيه في ذلك الان وتطبيق عهد الامان لفتره الغاء جميع القوانين الدستوريه ومارسه الحكم من الملك المطلق مع قيام ثورة علي بن غزاهم اللي كان سنة 1864 يعني أحداث سياسية بحتة في المسرح في المسرحية هذه كما قلت الله ينصر سيدنا نص عز الدين المدني وإخراج عبد الغني بن طارة. النص هو تكتب يعني حوالي عنده 20 سنة في عهد بن علي تقريبا النص تكتب لكن وقع يعني الإخراج نتاعه على المسرح وباش يتقدم اليوم على عهد الباجي قايد سمسي الإخراج نتاعه الإخراج نتاعه في عهد الباجي مش بعيد ياسر على بعض يضيف زبير المرزوق يضيف زبير الباك يضيف زبير الباك دونك عنده 20 سنة المسرحية. ميرسي علي علي على على ثقافتك مرسي على يسلم قرايتك ولا علي على المعلومات اللي اعطيتهم لنا. اعطينا الاجواء في الاجواء في المسرح. الاجواء في المسرح نبداو بالحضور الامني يعني نعرف الناس الكل تويكا نحكيو على الامن في تونس خاصه بعد الاحداث الاخرى الحضور الامني كثيف نلقاو كل من الحرس والشرطه موجودين كيف وحدات الحمايه المدنيه موجوده بكثافه هنا في مسرح الهواء طلقه بالحمامات لكن احقاقا الحق حسام حضور محتشم خلينا نقول يعني حوالي 300 شخص يواكبوا ثم خوف معناها من العباد ولا يظهر لي ثم مجموعه من الاعلاميين كانوا موجودين بشكل كبير ثم مجموعة كبيرة من الإعلاميين حقا لكن الحضور المتفرجين يعني حضور محتشم مش تفسير نتاعو مازال مش واضح ما نجموش نقولوا خوف ما نجموش نقولوا يعني انه التهديدات الإرهابية الموجودة في تونس يعني ولا القرارات الصادرة مؤخرا عن ممكن ياسر زاد المسرحية ولا ما خدملهاش بروباغندا كبيرة صاحب العرض برشا عباد ما يقبلهمش والا اسم المسرحية ماهوش مغري
حتى في حديث هاتف مع الزملاء اللي هنا الصحفيين الموجودين، ممكن ان البروموسيون تاع المسرحيه ما زالت يعني ما تخدمتش في الميديا كوم يلفو، يعني ما ثماش اشهار كافي للمسرحيه هذه، خاصه كما قلت انه النص نتاعها قديم، ما يعني منذ حوالي 20 سنه وقع اخراجه في المده الاخرى، نلقاوه اليوم معناتها في على رقح مهرجان الهواء تلقى المسرح الهواء تلقى بالحمامات. ممكن الجانب هذا، ممكن زاد الجانب الامني اثر يعني نوعا ما، ولكن المؤكد انه باش يكون بصفه قليله على مهرجان الحمامات، لانه ثم عروض اخرى منتظره باش تكون يعني من حجم ثقيل بطبيعتنا في مواكبتنا للمهرجان نكونوا موجودين هنا اول باول. هذا هو ثم زاد وزيره الثقافه كانت تحضر الان الافتتاح مهرجان الدولي بالحمامات، وكنا خذينا من عندها تصريح يعني قبل ابتداء العرض نسمع مع بعضنا وزير الثقافه سيد لطيف الاخضر. حتى نشوف عاد حتى نفرج ساعة قبل بصفة مسبقة طبعا هي مسرحية وراها أسماء كبيرة تعرفوا سي عز الدين المدني سي بنطارة في النص في التمثيل في الإخراج، وإن شاء الله بعد الفرجة نقول لكم افتتاح المهرجان بمسرح يعني هي من تقاليد مهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات عفوا ومواصلين في نفس التقاليد. سيدة الوزيرة توا حالة الطوارئ هذه ما تأثرش على العروض الثقافية، شنو عندكم فماش تنسيق مع وزارة الداخلية، عندكم جديد في المواضيع هذه؟ فما كل تنسيق مع وزارة الداخلية وفما كل الضمانات وفما تجند كبير لضمان سلامة المتفرجين والمواطنين بصفة عامة. معناتها التكثير الإفكتيف ولا فما حاجات مازال ما نعرفهم جديد؟ التكثير الإفكتيف وتكثير الحراسة وتكثير الأمن وتكثير الفيجيلانس وكل شيء. واضح معناتها نطمنوا. نعطيو رسالة رسالة طمأنة طبعا من خلالك انت ما نعطينا رساله الضمانات كل الاحتياطات وقع اتخاذها لضمان سلامه المتفرجين بالنسبه لكل دورات وكل مهرجانات في كامل الجمهوريه لا فقط هنا، يعني دعوه للخروج والسهر ودعوه للخروج والسهر بكل طمانينه. مسارحنا مؤمنه اليوم مؤمنه والمسارح هي مؤمنه كلها مؤمنه. شوفك صح علي كانت هذه وزير الثقافة وشكرا. نحب نشكر عبير على المونتاج نحب نشكر كندي ونشكر عبير ونشكر وزيرة الثقافة على الطمأنة، معناها باهية رسالة الطمأنة رسالة الطمأنة ودعوة للخروج ودعوة يعني لمواكبة العروض المسرحية في شتى أنحاء الجمهورية في شتى المهرجانات يعني الموجودة سنة. كما قلت وزيرة الثقافة تأكد أنه تم تنسيق مع وزارة الداخلية يعني باش يكون الأمن موجود. كما قلت أنا اليوم تم حضور أمني كثيف هنا في الحمامات، الحقيقة شفنا يعني تواجد أمني من خارج المسرح وحتى داخل المسرح موجودين كثافة عناصر وحدات الأمن الوطني لهنا لتأمين يعني العرض هذا، خاصة كما قلت أنه هو افتتاح الدورة 51 لمهرجان الحمامات الدولي. حسام دكورد علي يعطيك الصحة، غدوة أكيد ناخذوك بالتليفون وناخذوا ردة الفعل نتاع الناس كل اليوم على العرض نتاع اليوم. حنعطيو عرض غدوة يعني أعطينا عرض غدوة شنو؟ ثم الحب كله هو معني رسالة 40 سنة على رحيل السيد عمر كلثوم، يعني ثم من بيروت إلى القاهرة ثم معناتها احتفالية خاصة بذكرى 40 رحيل كوكب الشرق وأم كلثوم، غدوة باش يكون حاضر على مسرح الهواء تلقى الحمامات. فوالا يعطيك الصحة علي، ميرسي بوكو، كنت معنا من مهرجان الحمامات. كريم الغربي سارة العطوشي ضيوفنا، باش نرجع لكم بعد شوية بيان سور، من قبل هذا كل نحب نسمع بابا بحري إيمان الشريف، بعد راجعين نحكيو على الدراما الرمضانية مع نجومنا اليوم. باري اليوم توصلنا ل 11-16 دقيقة، هذه هي السهرية على كابا فيم، مرحبا أهلا وسهلا بكم، مازلنا قاعدين معكم حتى نص الليل. ضيوفنا كريم الغربي سارة العطوشي، نجوم والوجوه الجديدة في مسلسل الريسك، مرحبا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وتكلموا بعضكم قولوا مرحبا. مرحبا صحيح. غازي الدويري كيف كيف مرحبا ماري لوما، مازلت نسمع في ماري لوما في ودنك ماري لوما. مازلنا نكملوا معكم في الانترفيو، مازال عندنا شويه اسئله قبل ما ندخلوا في ولا نفدلكوا خير سيبرينا من الاسئله نفدلكوا شنو رايك امبيلونس واحنا نفدلكوا امبيلونس تفرجت في سيري امبيلونس ساره؟ لا في لي سيري ما تفرجتش كان في بوليس. بوليس هكا شنو رايك في بوليس؟ كالعادة معناتها أول مرة ما كالعادة كالعادة معناها شقان فترة كذا لا معناتها كيما قلت معناتها نفس رأي اللي قلته في أون سكي كونسيرن لي تشاك، سوف كو في بوليس حسيت اللي فما شوية كوبي كولي، حسيت يحب يعمل حاجة على الأمريكان سوف كوني تونيزيان معناتها مش مي أبار سا شنو اللي يمنعه؟ معناها هو تونسي ما عملش حاجة على الأمريكان لي ما حد شيء ما يمنع ما كوبي كولي علاش كوبي كولي خاطر هما اللي بدعوا الشيء هذا علاش ديما اونتوم في ديما في ليميتاسيون ديما اون ايسي ديميتي العباد و
جو سي با. عملتهم كل قال جو سي با. دخلت المسلسل في حيط ومن بعد قال جو سي با ساره العتوشي. دونك ساره العتوشي نحكيو معك بعد شويه على المسلسل نتاعك. كيفاش شريت روحك ساره وانت تتفرج في روحك؟ عجبتك روحك؟ عجبتك روحك معناها؟ عجبتك اللي تعمل فيه؟ عادي شفتني وانا عادي معناها عادي معناها تعمل هيك معناها وانت تتفرج في روحك قلت نجم نعمل خير؟ Oui, certainement. Khatr dima la première fois, femme avec l'hésitation, femme avec le trac, le melou, dima le commencement, moi je kiffe ma. Ama, dima, c'est une première fois. Mais je peux te tenir, ma. T'as dima, hâte qui peut je vais améliorer, ma. T'as le performance m'tait, fi hajet or, là, c'est ce qui est certain. Ama, t'as wa, dima, t'as la première fois, il y a le. Ma, t'as qui marque le. Qui marque. دونك الخطوه شنو في مخك شنو باش تعمل من بعد؟ باش تعمل ليكول دو تياتر؟ باش تعمل فورماسيون؟ باش تعمل حاجات والا تستنى عيطولك في رول اخر وتقعد تستنى من رمضان رمضان؟ لا لا انا توا باش نعمل ايكول دو تياتر ولا معناتها مانيش باش نقعد نستنى في العباد حتى يعيطولي خاطر سي سي اون انرجي معناتها باش بلا يلزمها الفورماسيون باش تكمل تخرجها الكل اكزاكتومون اوكي اوكي انا الفورماسيون انا عندي سؤال راه نعرف غريب وخاطي جمله سامحني حسين كيما العاده هذاك انا هذاك انا على غلب كان شعرك طويل واو هما السؤال شعري اي كان طويل عندك تصويره شعرك طويل عندي بالله وريني تصويره محقق غازي كونان خاطر من قبيله نغزو تعمل شعرك طويل كيفاش هو شعري مش طويل طويل معناتها مش طويل اطول شويه اللي من داخل التقصير ما هو يحس روحه طويل خاطر من بعد نحطوا تصويره بعد على الفيسبوك شعرك طويل شوفوك شعرك قصير فما شفت في لي كومونتير اون حكيت شعر شفت في لي كومونتير فما بيت قالوا علاش شعرك هيك كيفاش زعما شعرك طويل لا لا انا نتصور شعرك طويل خير فما بيت هكاك ما توحى فما شغل تحكي على اي حاجه بون انا جي توجور يو لي جوفو كور راهو اما ديما اطول شويه شوفي صبركم معناها ولا احنا كيك لا معناتها كان شعري اطول شويه من قبل صيف تو من قبل المسلسل كان شعري اطول شويه من بعد في المسلسل زدت قاسيت فيها هاي مريكي من بعد شوفوا تصويره على بربي خذ بخاطر طول شعرك بالحق لو يحب له كريم عندك تصويره شعر قصير انت زاد عندي كريم شعره طويل ولا من نحكيو على الشعرات ميرسي غازي فريمون انتريسون على الاخر الترجم برشا توانسه معناها اللي يسبوا في حكايات تونسيه وفي نفس الوقت يفرجوا فيه دونك يخموا كيفك خلينا نحكيو على الطموح نتاع الممثل في تونس عندك طموح باش تمشي لبرا ساره باش تمشي لمصر تولي كيف ريال ودرة و لي بور لانستون لي فرانشمون ميم با خمم تيار حتى هند صبري لا هما سنة كسوز هما ما حلوش اسامة الدراجي هما ما حلوش طموح على اسامة الدراجي انا نحضر فيها لاسامة الدراجي فوالا وتمشي تتكلم بالمصري غاديك ما عندكش طموح هذايا كنت تفجعت بالمصري مش توا مش توا اما رد بالك لا تمشي للسعودية وتولي تتكلم هكا انا اسامة الدراجي دراجي لسه واصل مازال ماشي ولا يتكلم بالسعودي يزيدوش 100 دولار جميل الرائد كان شايل زامبيا شي عم يتكلم بالزامبي ان شاء الله يزيدو مش دراجي ان شاء الله نكون في المستوى وان شاء الله مستوى لحظه مازلت كابو غير الكاس فريقي ان شاء الله فريق الرائد ما بلدو مرك هذه تنجم تقول كان يعطيك حمى كيف شي كان في ايطاليا اش يعمل بالله يقول شعلومه شعلومه يخرج راشد ماجد وراه والاماكن كلها مش داقه لا البرتقال مازال ماشي مازال كهبت من الطياره راه مازال ما عمل شيء من الطياره جابت له جابوه كهرباء ركبوه مع الشوفور شوفور بيان سور هندي شد التليفون وهبط لهم حويجه جمهور الرائد جابها قد اللغه تقول سعودي يبرف عليه عنده مده علاش في الاسبيرونس 17 نضمو يبرر مع اللغه السعوديه يبي جنسولو كريم عندك طموح باش تمشي لبرا معناها تمثل في الافلام المسلسلات العربيه هو بالطبيعه الواحد ديما عنده يحلم معناها ويكبر الحلم نتاعو باش حتى كي ما يخلطش لذلك يخلط الشطر اما طموحي في توا معناها في تونس معناها توا وشوفوا معناها نوصلوا لهنا في بلادنا من بعد نخمم قول انت نعمل اكسبيريونس باهي لهنا في تونس نعمل اكسبيريونس باهي خاطر انا الدومين انت دخلت له توا كريم ساره كيف مازلت كي دخلت له الدومين هذا نحكيو على الدومين التلفزه سورتو مانيش نحكي
نحكي على المسرح ولا السينما. السينما اللي ما فماش براتيكمون رارمون تسمع فيلم, وديما الكاستينغ نتاع الافلام ما نعرفش من انتم, ما تعرفهمش شكون يجيو معناها للافلام, وتلقى بطوله فيلم النكره ويمشي ويتنسى ما نلقاوهم بعد. هذه مشكله السينما التونسيه عموما, مش نحكي يعني ثم عباد لا, اما التلفزه اللي هي تعرف اكثر بالممثل للجمهور. وانتم اليوم ولا يعرفوكم العباد في الكياس كيعرضوك يسالوك ويدخلوا معك حتى في الخناخش نتاع المسلسل واسئله بتاتر ما عندكش اجابه ليهم انت, مي الله غالب مطالب باش تجاوب. دونك لهنا شنو استراتيجي باش تعملها باش تواصل في الميدان هذا؟ الخدمة العمل معناها الخدمة, واحد ما الخدمة على الممثل ديما تخدم يوميا وحدك باش تكون بروفيسيونيل, يعني كيما الجوار معناها ايمن عبد النور تو تحب عليه كيفيت نفرج اليوم في السيكونسيت كيفاش معناها قريب يكركر في درشني على ظهره بس يترينا الخدمه. الممثل زاد خدمه مش معناها سهل, مش سهل بالعكس بالحق مش سهل, تنجم تكون تتعدى وتمشي جوتابل معناها تعدى وتنساك العباد, فما شانس فما شانس. كيما باغ اكزومبل ياسين بالقمره جاتو شانس في مكتوب لكن خدم على روحه وجا شكون عاونه في الديريكسيون سنة باش يوصل. ما يراش واحد يقول لك انا ليه سي بون انا انا ممثل باهي, ما فماش ديما يتعلم الباتشينو التمثيل سهل قال كفو ما هو سهل التمثيل, هذه المشكله معناها. المشكله عندي معاها مشكله على الاخر, مش خاطر عامل مسرح ولا تكويني مسرح يعني منفد منها, معناها واحد داخل يشري ساندويتش مقلوب يلقى روحه بطوله في مسلسل من غير ما خدمه معاه فهمت يعني معناها فما دي بروفيل معناها فما انا مانيش مكلي لازم عامل مسرح باش يمثل, ليه بيان سور ليه فما برشا ممثلين في المسرح تحطه في تلفزه ما يمشيش, وواحد اخر كيما صار عامله موزيكا لكن تعطي وتعدي روح مزيانه, ما صار لازمها تعمل فورماسيون زياده وقالتها هي الحاجه هذه باش تخدم. انا باغ اكزومبل كي نتفرج في روحي نلقى دي ديفو معناها عندي فقت بهم من بعد كيما خدمتي مع الكاميرا معناها اكتشفت معناها اكتشفت اللي في التلفزه لازم عينيك تخدم على الاخر يعني العينين مهمه قدام الكاميرا الانتريور اكثر من الانتريور يعطيك صحه وما فماش اكزاجيراسيون ياسر والكل فما دي سيكونس نتفرجهم ما عجبونيش في الجو نتاعي قلت كارني عملت هكا قلت شو ما خيبني معناها الصوت بالطبيعه ممثل يسمع صوته دراك يتقلق من صوته اما في الجو معناها نقول شبيني مطيح عيني لهنا كان غازي كيسمع صوته فما بالحق مهمه على العينين في الواحد خدمتك مع الكاميرا والكل ذوما واحد يصلحهم بالمعاوده وبالخدمه الخدمه معناها ولا دونك بالنسبه ليك ساره مش تواصل في الميدان هذايا؟ مش تزيد تخدم باش تواصل؟ اي فرانشمون انا جي ديكوفير حاجه جديده في روحي معناتها اون نوفيل انرجي وحالت لي بيبان اخرى دونك باش نكمل. باش تصايب موسيقى؟ لا لا امبوسيبل. باش تواصل شنو مشاريعك في الموسيقى؟ والله ما انا بطبيعتي معناتها نكومبوزي ديجا عندي معناتها كيلكو بتيت كومبوزيسيون وحدي دونك وساعات نعمل دي بتي سبيكتاكل معناتها ما قاعده نخدم اون سولو ما مانيش نلعب مع جروب ولا حاجه دونك جو في سا. شفنا جو تاع الفيولون توا ماشي راهو في حتى البرا ماشي فما شفنا دي كليب نسيت اسمها انا كي تخدم في الدبستيب فما حاجات معناها فما ماكش تخمم تعمل حاجه انت هكا تلونس بها انت في تونس ما عملها حد نجم تعمل حاجه مع غازي دربك ولا كرشو مثلا انت تعزف اون بلوس بديت ربي فاهم نزلت كيتارات جديده ما عاشرني هنا عايشين مع بعض واصل في الاجابه نتاعك هلا غالبك هيك انا ليه نخمم بون كليب ولا حاجه وي سا فياندرا وقت اللي عجبك مسلسل عجبك مسلسل كمانجة سلامة علاش ليه؟ خاطر تعمل موزيكا ومسلسل فيه كمانجة انا كمانجة سلامة تفرجت فيه وقت اللي وانت تقرا في الروضة بديت نتاع فانا قسم فانا قسم وقتها كمانجة سلامة وظهر لي نقرا 8 9 جو هذاك 8 اي كيكا غادي في الكلاس الحبلول نتاع الكلاس هكاك عاجبك خاطر يجي جيلول وانت تقعد من الاخر بيان سور لا والله لي عاقلة ساعة نقعد بلول وامك تفلفل فيك تعمل عملة تفلفلك بالحق كان تفلفلك امك ايه هي الام ساره معناها بس كنت نشتغل في الحلته ورا ما عندكش مشكله ايه عندها تحسرني في البيت نقعد نقرا في القصص نتاع اخوتي الكبار ولا تفلفلني زاد وقتها كان تقرا قصص الكبار عقوبه اي كان نتاع غادة كربلاء صلاح الدين ايوبي نتاع جورج زيدان بالنسبه لك عقوبه وقتها حاجه توجع القلب عقوبة كي تقرا جورج زيدان دونك الوضع في تونس اليوم الوضع في الدراما التونسية بعد شوية مش نحكيوا عليها هذايا كل بعض الأخبار بيان سور مقبل هذين نحب نقول لكم أنت معلم أصحاب البارود الشاب خالد نصلي الغي الأربعة
غير الاربعه غير الاربعه غير الاربعه هذيك اللي باش نكملوها مع بعضنا في السهريه اللي باش نكملوها توا بالتيست ميد ان شاينا نتاع غير الاربعه هي غير الاربعه تيست ميد ان شاينا نتاع حسين غير الاربعه غير الاربعه نكملوا احنا السلعه الشنوا دونك نبداو بساره التيست اسمه كنجيت كنجيت بلاد ساره غير تونس تكون غريس غريس كشحم هذاك ولا علاش غريس عندها ازمه تو علاش غريس ازمه اقتصاديه راهو في بالك غريس ديستيناسيون رخيصه على الاخر ولا التقشف موت على اما الفيزا صعيب دونك علاش غريس خاطر جو سي تري انفلونسي باغ لا ميوزيك غريك على الموزيكا على الموزيكا يعني اول مورسو كومبوزيتو مع دي غريك دي غريك وين وين كومبوزيتور؟ وين في تونس؟ غريكية حمامات غريكية غريكية يطلعوش من حملم فداكم بالعاني قالوا لك انا ماشي ليوني مصدقة مصدقة توا نعرفهم هذاك التوانسة من باب السويق ابون كومبوزيت أول مرة مع دي غريك في تونس في حمامات هوني في تونس في تونس اي دونك عجبتك الحكاية هذيا ولا اي سيتي اون تري بيل اكسبيريونس ما مشيتش لغريس بيان سور لا ما مشيتش اما كان نمشي كان تواتي كان نمشي تقعد ما نرجعش لا لا يقعد معنا حتى مشكل عندنا باش نفقدوك شويه من بعد تونسيو معنا مش مشكل حتى امك تعمل جو معنا كي ما تلقاكش بحذاها تبعث لها ماندا من غادي من الجري كان جيت لون بلو بلو علم الجريك ونرجع لا والله جي با بونسي ا سا قدامها الازرق الكل اي بالحق اللي يغزرك يقول بلو بلو علاش لماذا؟ نعش نحبها برشا لا كولور في الحوايج في تعجبني تعجبك لا كولور بلو دونك والبحر والحمامات والجو انت وي روماني دونك كان جيت غنايه غنايه صعيب صعيب السؤال هذا علاه مش صعيب ها غازي كان جاي غنايه راهو قبي قبي مع المعروف مظلومه يا دنيا مظلومه يا دنيا بون والله سعيد سؤال برشا برشا حاجات في الغلاب اختار واحدة اختار واحدة ما. كريم حضر روحك كنت ترين عليهم هذول ما جو سي با اي جو سي با الاغنيه جو سي با دي السنجل الاخراني نتاع جو سي با جو سي با كان جيت فيلم فيلم ليترنيتي ان جور تاع تيو انجلوبولوس اي عشيري معروف معروف الحمامات اللي نعطيو عز الناس حاجه هايله كان جيت كتاب كتاب L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera. Quand j'ai mon salsa ou la série Série. J'ai un close, d'accord. Forum de close, on a reçu. Bon, tu fais la chèvre, tu fais des défis des séries. Quand j'ai dessin animé dessin animé, Tom et Jerry. توم جيري انت انا ومنهم توم ولا جيري ولا الكلب هذاك اللي ديما راقد ضيف شرف هذاك يا اخي جيري دونك انت انا هو توم ولا جيري هو حاجات في توم وحاجات في جيري فوالا من داخل توم ومن داخل كان جيت شخصية تاريخية كان جيت شخصية تاريخية صعيب شوية زاد السؤال هذا برشا في مخك ولا ما تعرفهمش؟ لا برشا اختار واحدة أول واحد يجي على بالك وكلهم صحاح أول واحد واحدة واحدة سورتو حنا رانت أنا رانت أنا رانت باهي كان جيت خضرة خضرة أي 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 تصدق كان جيت خضرة سفنيريا أي معناها نعمل اختيار كان جيت غلة غلة دلاع مش بعيد على السفناريا معناها تحطه في صحن واحد تحس فيه تاقلم مع السفناريا معناها الدلاع الدلاع توا سورتو سيزون تاع الدلاع تاكل برشا دلاع عندي ومتعة الدلاع بالحق بون قال لي كاتاستروف شنو كاتاستروف؟ كارثة تاع الدلاع عندي مشكلة مع الدلاع بطيخ لا سي يا مش ما حدش حاجة تحطوا صحن بطيخ ودلاع العباد تبدا بالبطيخ بالحق هذه عند التوانسة الكل اما بعد يرحي ودلاع بيان سي معناها ديما صحن توفى البطيخ توفى البطيخ دونك كان جيت اكلة تونسية أكلة تونسية كسكسي بشنو؟ بالحوت بالحوت ومع صحين دلاع يا عين عليك اي وكسكسي شتاء اللي بس في الناريا ما تجيش مع بعضها ما يسالش معنا بس في الناريا ولا في اليونان تنجم تاكلوا على الازرق كان جيت ما عادش تعود اقرا سي كابا فهم ما نقولوش قرا هنا نقولوا قرع كان جيت وسيله نقل ترا ترا
ها انت مولوده في التران اي نحب جوستومون انت عندك حكايات مع الترينو قول لنا عليهم شنو الحكايات سينو نقول لهم نفضحك موجود معروف لي انا بابا كان يخدم في لي شومان دو فير دونك عديت ما لونفونس نتاعي ساعات كي عنده دو من فاغون لفاغون نمشي نمشي معاه ساعات ساكسي ماشي جاي يعني تمشي معاه في الترينو بالوشي بيان سور بيان سور وتركب واحد اللي سوق في الترام بيان سور مره بركه اما وقتها تغرمت بتخلطه وكي نكبر كي نمشي كي نكبر كبرت مستوى وانا نكبر البارح ان شاء الله غدوه كي نكبر معناها نقول لك اي ولا حتى اني كبرت قعدت كمان كيف تحب الترام في لي ديبلاسمون وكل جو بريفير لي فواياج اون ترام فوالا كان جيت شكل هندسي تريونكل عليه ما عرفش الخمام لا بون ما تمشيش تمشى انتربريتاسيون ما عندي نمشي انا قاعد صلي على النبي مزلبك ما تمشيش ما عندي نمشي مزلبك قاعدين جي في مخي تريانجل ولا سيركل دوكا بون تريانجل وسيركل ما نجموش يعملوا مع بعضهم حاجه دونك ما يعملوا حتى شيء ما يعملوا حتى شيء مع بعضهم ناس عاقلين ناس يعملوا كيف نمشي معك كريم الغربي كان جيت كان جيت بلاد راني برشا دول معناها محلاها تقول كل اما تو كان جيت بلاد راني سوري راك سوري في الوضعيه هذه يعني وهي هكا معناها تطلع ماشي بالرسمي وهي هكا على الاخر كريم ولا ولا انس لا كريم بالحق خاطر تغيظ سوريا تغيظ على الاخر فهمت راني سوري خاطر كي ترى من صغرتنا كيفاش تربينا على المسلسلات نتاع سوريا على الشيء على الفن ما مشيتش لسوريا قبل انت لا ما مشيتش لسوريا ما اصحابي مشاو لسوريا انا مشيت لسوريا وراهم كيفاش معناها يحز في نفسه انه يبدا توجد. قاعد في تونس يرى امراه سوريه تطلب توا في الباساج ولا ولادها صغار وهي تطلب الحق يقول لازم كلنا سوري كما قبل كلنا فلسطين وما زلنا كلنا فلسطين اما هاي كل مره تتزاد بلاد حاصل كل مره تيح بلاد كلنا العراق يعني زاد اللي كانت العراق ما ننساوش اللي قدمت تونس برشا مساعدات دو لونتون العراق اللي ساهمت في الثقافه في تونس والتعليم سوريا كانت قبله للتوانسه الكل انا واحد من الناس مشيت وباب توما ما ننساش باب توما في دمشق ما ننساش المسارح نتاعها ما ننساش الطيبه نتاع السوريين ما ننساش الجمال نتاع سوريا والسوريين والكلام الحلوم نتاعهم اليوم سوريا تغيض على الاخر كي تشوف حلب ودرعا بالشكل هذاك تشوف المعالم التاريخيه قاعده تطيح وتدقدق هذا كل بدعوه ماذا بدعوه اسقاط نظام بشار خسئتم بشار خير منكم بالحق على هذه رايي معناها كان جيت لون راني ابيض اكحل متصور ابيض ابيض اليوم ابيض غدوه اكحل مش مشكله مش كي تكبر ان شاء الله اكبر اكحل ناكل دليه كان جيت غنايه كان جيت غنايه راني تاع في مغنيه تاع لطفي بوشناق تعجبني تاع قول كلمات نسيت هكا نجم تظنها تظنها انتم طلعوها نتاع شو اسمه كنا صغار اسافر بالبحر كنا صغار نخاف من الغول والدهر شو اسمها اسمها غازي شنو اسمها الاغنيه هي شنو اسمها نبيل بالحق اسمها كنت تراني طامل عليا بالعاني اما اسمها اما اسمهاش هكايا ما نعرفش بون الاسم نتاعها فيها تصاور محليهم عليها بقلماتي نصور شنباتي نصور لك شنباتي نبيل اللي عرفت الاغنيه شنو هي؟ عرفها بلبل المعلم بعد شويه نسمعها مع نبيل خاطر نبيل ما يرحمش في الحكايه كان جيت فيلم سولومون توم هانكس سولومون توم هانكس حتى نحبه على الاخر توم هانكس فيلم بالحق محليه يوجع يوجع, يوجع. ترى انت كوره معناها كوره كيفاش الجو نتاع الاكتور يخليك تبكي الاغنيه اسمها نسايا توفيق لطفي بوشناق نسايا كان جيت كتاب كان جيت كتاب راه ليترونجي شو اسمه ليترونجي كاميو اللي بدل حياة برشا ناس ولا بدل برشا حكايات وحكي حياة برشا ناس وتعمل مسرحيات مزيانين منهم مسرحية عملها هشام رستم وكان ضيفنا البارح من أحسن العروض اللي ليتهم وأنا نقرأ وقتها في الانستيتيو سوبيريور مشيت نتفرج في ليترونجي أم هشام رستم بريما انتربريتاسيون الدوخ لهشام وميز أون سين ذكية برشا حبتني في الكتاب أكثر نسمع شوية من أغنية نسي نسي لطفي بوشناق الغناية اللي اختارتها انت كريم والغناية اللي تعبر عليك تحس تحس روحك انت الغناية هذيك الغناية مزيانة على الاخر تعبر على برشا برشا ناس في الكلمات فيها تصاور والكلمة اللي تمس ديما الكلمة اللي فيها تصاور وشعراء اللي نجحوا اللي يعرف الكلمة تجيك فيها تصاور محلاها واللي كتب وادم فتحي تقريبا الغنايات الكل اللي كتبهم لطفي بوشناق كل فيهم تصاور وفيهم وراهم حكايات تحية كبيرة لادم فتحي مستشار وزير الثقافة اليوم في الادب ادم فتحي يستحق اكثر من هكايا في تونس كان جيت مسلسل
مسلسل غادة قبيلة جبت لها غادة. غادة يعني يعجبني غادة نراه من أحسن الأدوار اللي تخدمت عفيف البوكسير عفيف البوكسير أضرب عفيف أضرب كتير في بالك فتح الأدواء في المسلسل هذا كان مشاهد ترينا بوكس بالحق وقعد مدة نحكيه بكر على روبرت دينيرو وفتح الأدواء عملها في تونس قعد مدة يترينا في البوكس وشفت الضربة متاعه بوكسور بوكسور مش يلعب مدة طويلة على حسابه ولا بروديكسيون ولا حد شيء جست هو قعدوا لطون بالبرباراسيون تاع الفيلم تاع المسلسل خاطر حاس ديما قالوا انت باش تعمل الرول هذا قبل ما يبدا بالبرباراسيون كترو ما يظهر لي هذوكم وفتح يترينا كل يوم بانرجي صحيحة باش عمل المسلسل هذا انا ثم سين تعجبني على الاخر تعلق بر امه تعلق بر امه يغني غنية الكافية هذيك حاجة مزيانة على الاخر تذكر شوية من الغنية وليدك يما درسني حاجة كيما يما هاي غنية غروبية يم درسنية ما حلاها هي غنية مزيانة على الاخر ثم سين اخرى كي مشى دق على الباب وقالوا له راهي ماهيش لهنا امينة هاي. خرج واحد قال له الدار راهو حولوا درسنية قعد يمشي في الريال الصغيرة وثم حكة نتاع طماطم بالحق ليماج ما ننساهاش يهز دينرجي الكل ويشوتك حكة الطماطم يا معلم دينرجي بالحق تقعدك برغم التكنيك وقتها ما ثماش حاجة كبيرة فريمون كيفاش مصورة حاجة سليمان كيفاش صورها سان تقشعر البدن وتبكيك من غير ما تشعر هذا مسلسل عنده أكثر تقريبا 20 سنة اليوم ماناش قادرين اليوم في الدراما التونسية باش نخلقوا حاجة سونسيبل تمسها كيكا بالبساطة بالبساطة اللي فيها دونك عز الاختيار كان جيت شخصية تاريخية يمكن هتلر هتلر لماذا مش في كل شيء بيان سور بيان سور كان حبيت كاسح لكن في انا تفرجت له فيلم بتاعه وقريت كفاحي الكتاب اللي يحكي عليه هتلر يعني تحس فما حاجات اللي عملهم يفيدوا لمبعض اللي تخرجوا هو الدكتاتور في التصوير والكل لكن تخرج ألمانيا في 2015 تاور ألمانيا شعب معناها المستوي المنظم المتحضر مش معناها جابه لهم هتلر الشيء ذاك لكن زرع فيهم حاجة الأجيال فهمت كل الدكتاتورية والقطر صنع بلاد اسمها ألمانيا صنع مواطن اسمه ألماني اليوم الألماني اللي احنا نضرب به مثل معنا كما قول أمان أمان يا ألماني لا لا مش هذاك المثل غازي دويري صع شريفتك يا صبا مش رابع بعد أمان أمان واحدة في الغناية أمان أمان يددو تعجبني ياسر تحية دلندن هو هتلر كان يدندر فيها هذه أمان 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 ألماني ويضرب معنا يضرب الكرتوش ويعمل يده يقول أمان أمان ألماني بربي فوزافي رمركي لا ولا ليه هو انا قلت احسن شخصيه تاريخيه انا غنت هو قال هتلر وهي انا كنت من الكوميونيتي جويف في دونك العكس 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 البارادوكس هذاك علاش جبناكم اليوم مع بعضكم البارادوكس ان شاء الله ما تروحوش مع بعضكم بعد خاطر ما نعرفش شنو يصير معنا بون رمضان مش مشكل كان جيت خضره خضره خرشف خرشف اي خطر مظلوم ومحقور بالحق محقور كما البهيم حاشاك حاشاك علاش احنا قلنا حاشاك على البهيم ريت كيفاش معناها مظلوم البهيم نقولوا حاشاك لعب البهيم ولا خرشف ولا هاي مع الخرشف جستهم حطوهم في مثل مع بعضهم حتى واحد يراها هكا طفل تجي مله سلعه خرشف عليه الخرشف بالعكس به للصحه معناها حتى اسمه كي جاو يسموه فيه غلطين بصراحه خرشف خرشف تعرف علاش سموه خرشف كيما المرمز تحس واحد رمز خرشف علاش خاطر تك يعمل خرشف تسمى له كيما الخاص اسمه خرشف باين كاسحة كاسحة يا ودلع علاش اسمك الماني ليه الماني تاكل تعمل انت الماني مامستو انت الماني كان جيت غلا بنان 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 وخرشف يا معلم وهتلر بنان وخرشف ماشي معاك على الاخر حلو ابيض وسوريا في سوريا اي كفاحي كنا يونان يونان وزلع مشيت فريت هذا كان جيت خرشف وسوريا ساعة قصة كان جيت ماكلة تونسية بركوك كوس دي غنوي تونسية راني كسكسي هذاك كيما نفس الكسكسي هذاك اما مش بالحوت بالحوت لا بالدجاج قول لك دير القدر كسكسي بالدجاج ولا بالقرنيت بالقرنيت اما بالحوت لا خاطر فيه شو يعني يقلقك مش بمعنى تحب ترحي عرفتك تحب يبعث يتحكم لك في الريتم تاع الماكله تاكل بشويه خاطر على الشو وانت تحب مزروبك تحب توحل فهمتي كسكسي تدخل كسكسي في درجه كم كم كاور ويجي البن عاد ويجي البن بعد ما تجي النوم ولا وبعد عندك عرض مباشرة شوف الجو شوف الجو كان جيت وسيلة نقل
مترو خاطر ركبت ياسر في المترو معناها ماكش بعيد على الترام اي مش بعيد مترو الاخضر هذاك المترو الاخضر اي ياسر ركبت في المترو ياسر لين عباد لين عباد نعرفهم فما عباد اصحاب معاهم بالمترو عرفنا بعضنا من المترو ياسر لا ياسر انا قبل كنت نقرا في الانستيتيو عندك لابونمون محلول ديما نركب في اي وقت على طول عنده ساعات ساعات في العشيه ما عندنا ما نعمل انا ماهر متير صديقي كنا نركب في المترو نوصل الترمينوس ونرجع وناخذوا بقعه عرفت شماتها عرفتك ريت برشا حاجات في المترو معناها ريت عباد عرفوا بعضهم ريت كود ثم شكون عرسهم في المترو كود فودر في المترو ريت براكاج في المترو براكاجات في المترو تليفونات ريت مشاهد ثم مشاهد كبيره ترام سواء من خلال النافذه لعبوا الموسيقى في المترو داخل المترو وخاصه لما الحراره تتجاوز 40 تشوف حاجات غريبه وعجيبه يا اخي والله برشا حاجات تحيه للمترو تنسبيري منه برشا يطلع عباد يطلع في المترو تدخل تعدي بها دفوار برسوناج تعدي بها دفوار ترانسبيري منه ترانسبيري منه على الاخر تعصرها السورية ونعمل ترانسبيراسيون كان جيت شكل هندسي راني مربع راني مربع خاطر اهل الشكل الهندسي الوحيد اللي نعرف نصوره قبل في المكتب خاطر نتبعك الكراسه الخطوط تاع الكراسه اربع مربعات تاع صغار الكراسه نصور كان يفضي لي ياسر المربع فوالا كان يفضي لك ياسر المربع ميرسي بوكو كريم الغربي نورتنا اليوم معنا في كابا فام عملنا جو معاك وسمعنا برشا حكايات مزيانين منك وسمعنا رايك في كل شيء صار العطوشي مرحبا زاد اهلا وسهلا بك مره اخرى في كابا فام كي تكبر طول كي تكبر طول معناها المود لافا كريم الغربي يعطيكم الصحة كابا فام وفرحان برشا بالحق معناها الجو محلاه والكل كله جراسة غازي من الجو هو المساند الرسمي وبالحق محلاها معناها كتراو صار شعر وريت بالجو كتراو معناها هكا برسم تحدد في شعرك لحظة شنو السر شنو السر اللي فيك معناها بالريح وانا جاي في اثنين خرج راسي كاسكيت ويني طيرها خرج راسي من الكهرباء ننصحك صاحبي عود البس كاسكيت شوار عربي كمل المضلفة نتاعك وبالحق محلاها معناها المبادرات هذه معناها نتاع بادرني مبادرك مبادرك وتجيبوا هكا عباد جدد اول مره تخدم الكل واجبنا هذا وشوفوا يعطيكم الصحه وكملوا ربي معاكم ومحلاها معناها برشا عباد تسمع فيكم ويعجبهم الجو نتاعكم ويعطيكم الصحه ميرسي يعطيك الصحه انت زاد كريم سر العطوشي سروره Merci encore une fois pour l'invitation. Merci Khatel, vous mettez en valeur les nouveaux visages, l'arbitre de voilà, nafs le complet collé voilà. Je le français. Et une traduction. Voilà, merci Khatel, c'était une jolie rencontre à Maljaou voilà, c'est un bad le vidéo heli kol draga le site نتاعنا www.capradio.in ولا في الباج فيسبوك ميرسي بوكو اللي تابعتونا حتى النص الليل غدوه بيان سور سهريه اخرى جاونا كما العاده متواصله على كاب اف ام خليكم برونشي سور نو زوند على خاطر الموسيقى متواصله حتى للسته نتاع الصباح ميرسي للاكيب الكل ميرسي عبير في الاعداد ميرسي هبه ميرسي نبيل ميرسي امال على الكونسول حسين وغازي يقول لكم تصبحوا على خير باي باي ادما كاب اف ام الكلمه ليك